مساء الخير متابعين صفحة اليوفنتوس، معاكم أخصائية التغذية حوراء آل رضي. وسؤال اليوم يقول: هل فعلا أن الجو البارد أو جو الشتاء يصعب عملية نزول الوزن؟ طبعا علميا الفرق بين نزول الوزن في الصيف وفي الشتاء يكون فرق جدا بسيط يكاد لا يذكر، ولكن لو نجي ندقق فعلا من الناحية العملية ممكن نستغل فصل الشتاء عشان نسرع من عملية نزول الوزن، عكس المعتقد اللي سائد عند بعض الأشخاص ان فصل الشتاء يصعب من نزول الوزن. ليش؟ لان في فصل الشتاء الجسم يحتاج انه يبذل طاقة اكبر عشان يحتفظ بدرجة حرارته مقارنة بدرجة الحرارة المحيطة فيه، ولكن الاشخاص اللي تواجه عملية صعوبة في نزول الوزن هذا يرجع الى العادات الغذائية الخاطئة اللي تكون مندسة في هذه الفترة، لان اغلب الاشخاص في الجو البارد يميلون الى الخمول، الكسل، الجلوس، وتزيد عدد السناكات اللي تكون بين الوجبات، او يميلون الى اختيار وجبات تكون سعراتها جدا عالية. لذلك كنصيحة عشان نقدر نستفيد من هذا الجو البارد في عملية نزول الوزن، ضروري يكون في استمرارية على البرنامج الغذائي الصحي اللي انتون اساسا كنتون ماشيين عليه قبل لا يدخل فصل الشتاء. ونصيحة بليز ضروري ننتبه إلى عدد السناكات اللي ناخدها سواء خلال الليل أو خلال النهار، لأن ما ممكن نضيف سناكات وما نتوقع إن راح تكون في سعرات إضافية، وهذا أيضا يشمل المشروبات الساخنة اللي ناخدها من الكوفي شوبات، ترى انتبهوا أغلبهم فيها سعرات جدا عالية. ونقلل شوي الكسل والخمول ونمارس الرياضة في هذا الجو الجميل، وأكيد راح يكون في نزول مستمر إلى الوزن. ويعطيكم العافية.